طب كمان العازفين اعتقد ان يعني حسام بيقول ان دي الفرقه الاخيره اللي عزفت مع اللي غنت اللي غن طبعا وعلاء غنى معاهم كانت معاها فاعتقد بتهيالي فوكال استاذ ايمن اباظه استاذ ايمن اباظه لو ممكن تقف بس عشان اشوفك احكي لي بقى يعني تعرف علاء من كام سنه يا استاذ ايمن هو انا فيها صوره نفسي اوريها لكم مع موجود على الموبايل يعني الصوره دي انا صورتها مع استاذ علاء لاول مره في حياتي اشوفه كان عندي 16 سنه 16 سنه 16 سنه كان ايام كان بيعملوا الحفلات بتاعت اللي هي الاسماعيليه والجامعه والكلام من ده فكان امنيه حياتي ان انا اشوفه يعني كنت بحبه جدا ونفسي اشوفه جدا فحد من اصحابنا اخذني معاه في الرحله بتاعت الجامعه دي وقابلته بالفعل وصورت معاه في اليوم ده وقلت له انا بغني ونفسي ابقى زيك قال لي هتبقى زيي ما تقلقش بس انت اشتغل على نفسك كتير ما اعرفش لفت الدنيا بيا وفجاه بقيت نفسي بقيت صاحبه وبقيت بغني معاه ومساله ان انا اغني معاه دي يعني جت انا كان في يوم الاستاذ حميد شعيري هو صديقي اخويا الكبير وطبعا استاذنا كلنا اتصل بيا بالتليفون بيقول لي ايمن احنا في حاجه عايزين نسجلها سوا فقلت له حاضر ورحت عند استاذ حميد وسجلت بالفعل اغنيه معاه وكده وخلصت وروحت بعديها كان زميلنا مصطفى شوقي اللي هو المطرب قال لي ايمن افتح احنا في عملنا اغنيه الاغنيه دي مكتوب فيها حاجه كده ايه اهداء ليك انت فبصيت لقيت اسمي مكتوب اهداء خاص ايمن اباظه بعدين ما لقيت بعديها بساعه بالظبط التليفون بيرن عليا برقم ما اعرفوش فبيرن عليا فتحت مين قال لي انت ايمن انا ايمن مين يا فندم قال لي انا علاء عبد الخالق ايمن انا ما بقتش مصدق نفسي فقلت له ازاي حضرتك قال لي انا عايز اسالك سؤال هو انت حاطين لك ليه تحيه خاصه ليك قلت له عشان انا اللي بغني الانترو قال لي هو انت اللي بتغني ده قلت له انا اللي بغنيه قال لي شفت قلت لك حتى هتبقى يوم مغني في يوم من الايام ولا لا وانت ما صدقتنيش قال لي انت من النهارده صاحبي وحبيبي ومعايا في الفرقه ولازم تبقى معايا ما تسيبنيش ابدا وابتدت معايا بقى الرحله معايا حاجه ما تنساهاش لعلاء عبد الخالق استاذ علاء دايما كان هو يعني طيبته فوق الوصف بصراحه يعني ما يعني عمر ما اتعاملت معاه يعني في الشغل او حتى زمايلنا كلهم الا كان دايما هو تحس ان هو اخونا الكبير اللي هو هو كان دايما بيعامل الموسيقي على انه زميله طبعا لان هو علاء بدا بيلعب ناي فعشان هو حاسس بال يعني طول عمر بيعاملنا كان كفرقه ان احنا زملاته يعني والحقيقه ان اي فنان محترم وحد فاهم المهنه فاهم ان دول زملاء وبدون الفرقه الموسيقيه والاساتذه دول طبعاً ولا المزيكا هتطلع ولا اللي هيعرف يغني ولا صوته هيطلع ولا اي حاجه يعني دول الاساس هو كان له دايما في نهايه كل يعني دي مش كتير موسيقيين او تقريبا معظمهم ما بيعملهاش اللي هي من نهايه كل حفله كان لازم يقدمنا واحد واحد بالاسم ولازم يدي تحية خاصة لكل فرد فينا ويقول يعني بيتكلم ده شام الكبار يعني كان عبد الحليم حافظ يعمل طبعًا كده طبعًا لو انتوا فاكرين اكيد طبعًا عبد الحليم حافظ اتعلمنا من الاستاذ عبد الحليم احنا حفظنا اسامي العازفين منين من عبد الحليم لما كان بيقول لك الفرقة المسابقية احمد فؤاد حسن وفلان على الناي وفلان على الكونتر باس وفلان فاحنا حفظنا لان عبد الحليم حافظ اصلا كان موسيقي وكان زميلهم بالظبط كان عازف على الاوبو وكان زميل الفرقة الموسيقية فهو عارف بالظبط شكرا معظمهم زمايلنا في اكاديميه الفنون وفي معهد التربيه الموسيقيه بالزبط. يعني طبعا احنا زمايل